يحطنا في الصورة كاملة من استئناف الفريق للتدريبات، وإيه النواقص وإيه الناشئين وإيه اللي تم تصعيدهم. فاروق، مساء الخير، تحياتي وتحيات المهندس عدلي. برحب بيك يا استاذ ابراهيم، وبرحب طبعا بالمهندس عادل اللقيعي، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يمكن ده اول لقاء ليا مع حضراتكم بعد البطوله الافريقيه. احنا كان لينا اخر لقاء اللي هي يعني قبل مباراه الاهلي والترجي التونسي، وده يعني يعتبر اول لقاء بعد البطوله وبعد المباراه. خليني في البدايه ابارك لك طبعا يا استاذ ابراهيم، ابارك للمهندس عادل اللقيعي، وابارك لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. لكن احنا اول ما الفريق نزل ارض الملعب، مستر كولر قال لهم كلمه مهمه جدا، قال لهم الاحتفالات خلصت، البطوله خلصت، لكن الدوري والموسم بالنسبه لنا لسه ما خلص. طبعا الفريق بيستأنف تدريباته النهارده بعد العوده من 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 الاجازه اللي كان منحها مستر كولر لكافه اللاعبين. فالتدريب يعني في الوقت انا بكلم حضرتك، التدريب الفريق بيستمر الان على ملعب مختار التتش. طيب في تصعيد عدد من الناشئين، يعني خليني بقى يا استاذ ابراهيم يعني احطك في الصوره اكتر من كده. يعني النهارده تقدر تقول او النادي الاهلي يعني الدور الهام جدا للنادي الاهلي، احنا بنتكلم النادي الاهلي بيفتقد لاكتر من 22 لاعب. يعني اقول لك مع انضمام طبعا عمر كمال عبد الواحد للمنتخب المصري، الاهلي يعني نقدر نستعرضهم برضو من خلال حضرتك ومن خلال المهندس عادل القيعي، 11 لاعب مع المنتخب المصري الاول طبعا اللي بنتمنى له كل التوفيق بقياده الكابتن حسام حسن. في 2 لاعبين ايضا موجودين مع المنتخب الاولمبي، سواء كريم الدبيس وحمزه علاء، بالاضافه طبعا لثلاث لاعبين في المنتخبات الوطنيه المنتخبات الاخرى، سواء اليو ديانج مع منتخب مالي، او بيرسي تاو مع منتخب جنوب افريقيا، او وسام ابو علي مع منتخب فلسطين، بالاضافه طبعا لست لاعبين في منتخب الشباب مواليد 2005. اجمالي عدد اللاعبين الموجودين في المنتخبات الوطنيه المصريه 19 لاعب بيمثلوا النادي الاهلي، 11 في المنتخب الاول، 2 في المنتخب الاولمبي، 6 لاعبين في منتخب الشباب مواليد 2005، وايضا 3 لاعبين ايضا موجودين مع المنتخبات الاخرى، سواء منتخب مالي او منتخب جنوب افريقيا او منتخب فلسطين. طبعا النهارده عوده الفريق زي ما قلنا مستر كولر، النهارده بالظبط 16 لاعب موجودين في تدريبات النادي الاهلي. بدءا من الغد ان شاء الله استاذ ابراهيم يا باشمهندس عادلي هيتم الدفع بمجموعه من اللعيبه الناشئين. وهنا نقطه مهمه جدا عايز استغل وجود حضرتك ووجود المهندس عادل القيعي، الوقت اللي احنا بنتكلم فيه هو وقت راحه او انتهاء الموسم وفتره راحه بالنسبه لكل فرق الناشئين، لكن النادي الاهلي في امر مختلف، يعني امر بيحسب لمسؤول قطاع الناشئين في النادي الاهلي الكابتن وليد سليمان، الكابتن بدر رجب، الكابتن محمد شوقي، وحلقه التواصل المستمره في النادي الاهلي. طبعا مع انتهاء يعني مباريات الناشئين وبطولات الناشئين اللي انتهت يعني في بدايه شهر مايو الماضي، كل الانديه منحت اللاعبين اجازه الا النادي الاهلي. النادي الاهلي عامل فريق اسمه فريق الامل، فريق مكون من 2003 2005 2006، العناصر اللي فيها النادي الاهلي شايف انها تكون امل للنادي الاهلي مكون هذا الفريق. الفريق بيأدي تدريباته على مدار الايام الماضيه، ما خدش اي يوم اجازه، اللعيبه مستمره في تدريباتها مع احد المدربين طبعا كابتن حسن محمد مدرب قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ينزل الكابتن شوقي بيشوف اللعيبه، الكابتن بدر رجب، الكابتن وليد سليمان، اللعيبه دي موجوده في التدريبات يوميا. اعتقد ان شاء الله منهم مجموعه اللي انضمت لمنتخب الشباب 2005 طبعا احمد عبدين ومحمد عبد الله وفارس خالد ومجموعه هؤلاء اللاعبين، مجموعه منهم هتكون موجوده غدا ان شاء الله في تدريب فريق النادي الاهلي ان شاء الله اللي هيكون في تمام الخامسه عصرا باذن الله على ملعب مختار التتش. عايز اكد على امر اهم جدا يا استاذ ابراهيم، ده اللي كان كلام المستر مارسيل كولر يا باشمهندس عادلي مع اللاعبين. الموسم ما خلص، خدنا البطوله الافريقيه، حققنا البطوله الافريقيه، شايف كلام على السوشيال ميديا الناس او الجمهور على السوشيال ميديا مشى لعيبه وجاب لعيبه، الكلام ده غير موجود خالص في النادي الاهلي. لسه عندنا موسم، لسه عندنا دوري، لسه عندنا كاس مصر، لسه عندنا سوبر افريقي، عندنا الموسم ممتد. مستر كولر وصل الرساله مهمه جدا للاعبين، نشوه الانتصار اللي احنا خدناها بالبطوله الافريقيه ما تنسيناش خلاص، ان احنا خلاص الموسم بالنسبه لنا اتقفل لحد كده، ما نفكرش في الدوري. الجمهور ده اللي انتوا لابسين القميص بتاعه والتيشيرت بتاعه ما بيشبعش من البطولات، واحنا واقفين على منصه التتويج بالبطوله ال 12، الجمهور كان بيطالبني وبيطالبكم بالبطوله ال 13. انا كمدير فني عمري ما هشبع
من البطولات، والنادي ده انا اول ما جيت عارف ان هو ما بيشبعش من البطولات. انتوا كلاعبين مش عايز يبقى عندكم الشبع من البطولات، عايز بطوله ولا بطوله، اعملوا تاريخ لنفسكم، اعملوا تاريخ للنادي، صعبوا الامور على الاجيال اللي هتيجي بعد كده. فبالتالي الموسم لسه ما خلصش، الموسم لسه ما انتهاش، عندنا دوري، عندنا زي ما قلنا الكاس مصر، عندنا الكاس السوبر الافريقي المنتظر امام الزمالك. الوجوه يا باشمهندس عادلي لو تشوف اللعيبه مش ده الفريق اللي من ايام واخد البطوله الافريقيه، خلاص تركيز، انت بدات التدريب بعد البطوله حاله تانية، يعني في روح طبعا مهمه جدا بين اللاعبين، اكتر اللاعبين اللي عاملين روح، وتلاقي يعني معظم الافيهات او الحركات ما بين رضا سليم ومحمود عبد المنعم كهربا، الاثنين عاملين دويتو جميل جدا. طبعا التدريب النهارده ابتدى بالكلام اللي قاله مستر كولر للاعبين، ثم طبعا فتره الجزء البدني مع تيتسيان اندويا مخطط احمال النادي الاهلي، ثم بدا الشغل الفني المستر كولر للاعبين. زي ما قلت وباكد على حضرتك، وجوه اللعيبه تماما مش ده الفريق اللي من ايام واخد البطوله الافريقيه، مش ده الفريق اللي يعني نشوه الانتصار واخداه، لا اللعيبه مركزه ان شاء الله، لسه الموسم ممتد، لسه عندنا بطولات. عايز اقول لك الحمد لله، والاول مره من فتره طويله النادي الاهلي بدون اصابات باستثناء علي معلول اللي زي ما اكد لنا الدكتور احمد جاب الله خلاص بيبدا في البرنامج التاهيلي الموضوع طبعا لعلي معلول. باستثناء علي معلول النهارده كريستو موجود في الملعب، سليه، كل اللاعبين موجودين في ارض الملعب. اتمنى كل السلامه لكل اللاعبين في فريق النادي الاهلي، عندنا موسم صعب لسه، وباذن الله بالتوفيق. طبعا انا موجود معاك طبعا يا استاذ ابراهيم، موجود معاك يا باشمهندس عادلي لو في اي استفسار او اي تساؤل. لا الحقيقة كله تمام يا فاروق، وإن شاء الله تعالى الفريق يكون بداية مرحلة مهمة. وإنت طرحت نقطة مهمة قوي اللي أشار إليها مستر كولر، إحنا لسه الموسم ما انتصفش الدوري، الناس فرحانة بالكلام ده يعني، لكن الوضع مختلف. فبنشكرك شكرا جزيلا زميل فاروق صلاح موفد قناة الأهلي من ملعب التدريب في مختار التتش.